لكم الآن أن الهلال بالفعل زعيم الترشيح. طيب البطولات العربية اللي تكلم عليها الأستاذ والزميل العزيز بندر، أول بطولة حققها الهلال 94، وثاني بطولة 95. أول بطولة، خليني أعطيك تاريخ مشاركاتنا من 90 إلى 95 من أبطال الدوري وأبطال الكأس عشان أثبت لك أن الهلال هو زعيم الترشيح. الدوري 90-91 شباب، 91-92 شباب، 92-92 90-91 العصر الذهبي للشباب ثلاث بطولات، 90-91 91-92 92-93 كلها للشباب، 93-94 93-94 94-95 النصر، ثلاث خمس بطولات كانت مقتسمة بين الشباب والنصر. اروح الكاس ولي العهد، اروح الكاس ولي العهد، معلومه غير صحيحه بس تمشي عليها. رد بعد شهر انا قلت معلومات غير صحيحه وما رديت. طيب كاس ولي العهد 90-91 الاتحاد، 92-93 القادسيه، 90-91 الاتحاد، 91-92 القادسيه، 92-93 الشباب، 93-94 الرياض، 94-95 الهلال. هل الهلال لما حقق هذه راح لعب العربيه؟ لا. طبعا لا. لا خلينا نروح ان الهلال بطل دوري 90-91. طيب حلو. طيب نروح، هل بطل دوري 90 يمثل العربيه 94 و95؟ لا. طيب بعد تاريخ. لا لا عبد العزيز، عبد العزيز الترشيح الهلال. لا زعق، لا زعق، ما زعق انا، انا ما احب الزعيق. عبد العزيز المويس العربيه. انا ما احب الزعيق. عبد العزيز المويس العربيه.